وفي كل مكان في البيت برضه، في العيش حتى العيش نفسه، حتى الهدوم يعني الناس في البيت كل شويه، ولعب برضه الناس تجري، والناس هنا حتى الجيران حتى البيوت لازم كلها ما تنامش. احنا بصراحه مش عارفين عايزين نوصل صوتنا للمسؤولين، مش كنا اي حاجه الحاجات دي هتعبنا، بس بتعمل حاجه ما كنتش عارف صغيره يعني مش ممكن بينام في الشارع يعني جالهم انهيار عصبي. احنا كلنا لازم كلنا اول مره نشوف حاجه بالطريقه دي. احنا كنا بنسمع في التلفزيون هنا 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 ما مش مصدق، انا ما شفنا بعينينا نبقى قاعدين. انا عن نفسي شفت واقعه انا مش متخيلها. احنا كنا فوق طلعنا، كان معايا واحد كنا من الشيوخ برضه اللي هي بنجيبها ديت، وبنلف فوق دخلنا هو بيلف في البيت كله، دخلنا شقه كانت مقفوله، لقينا هو اللي فتح الباب بتاعه قلت لهم لا الشباك بيتهز في ثانيه، ما لقاش قال هو موجود هنا في ثانيه ما لقاهوش. كان في بنت من اللي هي تعبانه كانت نايمه على السرير، بصينا انا هراه عليها في ثانيه ولع تحت البنت تعيط نهار كده انهارت كده. انا كنت معاها مش هقول لك انا سمعت، انا كنت معاها شفت الواقع بعيني، شفت الولع تحتها تحتها تحت المرتبه البنت انهارت. قال لك هو اللي كان نازل هنا وعمل نفسه ولع تحتها وعمل برضه الحاجات اللي هم بيعملوها دي. قال لك خلاص وقلنا خلاص تمام، كل يوم حد يجي لنا هنا يقول لك خلاص ما عادش حاجه ونرجع تاني في نفس التاني يوم يحصل نفس الكلام. وبقى يعني اوقات متفاجئه يعني اوقات بالليل اوقات الصبح، لدرجه انه ولع في عيش عيش البكلوب. دي كانت حاجه غريبه جدا، حبيتهم اللي ودوها عند الناس التانيه ولعت الحاجه بتاعتهم، اللي ودوها عند الناس التانيه ولعت. في بيت جنبهم هنا ولع فيه برضه من غير حاجه، ولع في العفش ولع في الستاره فوق، يعني لدرجه الناس اللي بقت تخاف تحط حاجتها عند الناس التانيه. يعني الناس دي حد يعني بتحط حاجتها عند الناس عشان يعني ان مفيش مكان، اصبحت حاجتهم اللي بتقعد عند الناس التانيه. احنا بنقول كده الشكايره هي اللي كان فيها العيش ودي ودي يعني كده في البيت مش قوي عشان نشرب نوع رحم ولع من البيت. احنا مش كده زي ما انت نعمل ايه بقى؟